ايوه معذره. معذره الترجمه مره اخرى. في الجهاد نعم. الكلم هو الجراح. الكلم بسكون اللام. والكلم أو الكلم معناه الجراح. الجراح التي تصيب الله بها قدر. نعم. وهذا يدلل على أن الأعمال تتفاضل والأزمان تتفاضل والأماكن تتفاضل. وممكن طالب العلم لو يجمع لنا القول الأجل في سؤال النبي أي الأعمال أفضل، هذا يجد فيه باب كبير جدا يجمع فيه مجموعة كبيرة من الأحاديث. القول الأجل في قول النبي في سؤال النبي أي الأعمال أفضل، تجد أن السؤال واحد، ابن سعود يسأل، ابن عباس، أبو هريرة يسأل، والإجابات متعددة، يعطي كلا على قدر إمكانياته. هذا هو فن الإدارة، أنك أنت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أنك لا تكلف الإنسان ما لا يطيق. فكل من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم، يعني كل واحد يعطيه النبي على قدر ما يناسبه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فيأتي لهذا ويقول له بر الوالدين، ويأتي لهذا يقول له الجهاد في سبيل الله، لأنه يرى أن هذا مؤهل لماذا؟ لمثل هذه الأشياء. ولذلك أنت لما تأمر أولادك بشيء لا تكلفهم ما لا يطيقون، لما تأمر عاملك أيضا بشيء لا تكلفه ما لا يطيق. هذا هو التميز الإداري، أنك تعطي كل إنسان على قدر ما يناسبه لكي ينجز لك العمل، فإن أعطيته على قدر زائد لم ينجز لك العمل وأنت تأخرت وهو أيضا أحبط. الإمام الذهبي رحمه الله كان خطه سيئا، فقاله شيخه ما أجمل خطك إنه يشبه خط المحدثين، والخط كل ما لا يقرأ سبحانه، فأقبل على الحديث فصار الذهبي. ما أجمل كده ما أنت في البيت كده زوجتك إن شاء الله تكون صنعت لك طعام يستعيذ منه الدجاج، أن تقول لها جزاك الله خير ما أجمل طعامك اليوم. لا ما حتكرر، هي عارفة أنها غلطت، هي عارفة أنها غلطت يا أيها المباركون، تعرفون المرأة يعرف أنه أخطأ ويعرف أن هذا أنت بتعمله نوع من عملية الدافعية في الاتجاه الصحيح. ما ينبغي أنك أنت كل مرة تقول للإنسان أنت فاشل ما أنك نافع. طب خلاص طالما أمس والله يجيني أحد الشاب في ثانية ثانوي يعني يقول والله شيخ أنا تعبان ومضايق وكذا، إيش قال يا أخي الوالد يعني ما هو معطينا وجه، إذا دخل البيت دخل مكشر، وإذا التقينا على الغداء والعشاء التقينا وهو إيش مقطب وجهه، والله ما ماخذين ترى الفترة هذه العمر هذا أيضا ابنك يريد إيش منك دفع عاطفي، لأنك أنت إن لم تستوعبه أنت استوعبه غيرك، وخسرنا نسأل الله أن يعافينا وإياكم. فهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام فوضح له فضل هذه المسألة من ضمن ما ذكر له الجهاد في سبيل الله. نعم. شوف الآن تجمع في أشياء كثيرة، شوف الإجابة عند أبي ذر كيف حتكون الآن. أيوة نعم أعطاه اثنين بس، الأول كم أخذ وإيش هو الإيمان؟ الإيمان ده أهم شيء يا أخوان، ولذلك أي داعية يبدأ بما يسمى فن التعامل وحسن الخلق ويسيب لك التوحيد هذا كبر عليه واحد، ما يحتاجش أنه يتكبر على أربع، ما يستحق أربع تكبيرات، هذا تكبيرة واحدة على طول، تكبيرة واحدة بس وترميه في أقرب سلة زبالة والحمد لله الذي فضحهم في هذا الزمن.
يقول لك نلقى الأحبة ونلقى البتاع والكذب هذا كله. الآن وضح أنه هو كان يلقى أحبة الشياطين حقونه، لكن الصحابة بريئون منه ومن لسانه براءة الذيب من ابن يعقوب. أهم شيء إخوان التوحيد، ولقد أوحي إليك وإلى الذين، أهم دعوة تبدأ بها لأي إنسان تبدأ بأنك تدعو الأول إيش؟ التوحيد. 13 سنة يا أخي، وبعدين ما بدأ يتكلم عن الدولة، وبدأت تنزل 86 سورة كلها تتكلم عن إيش؟ التوحيد، ثم 28 سورة تتكلم عن إيش؟ الأحكام والحدود، ومع ذلك تجد في طياتها كلام أيضا عن إيش؟ عن التوحيد والأمة إيش؟ السالفة. توقع 86 سورة و28 سورة، يعني ربع وثلاث أربع، ثلث وثلثان. 950 سنة نوح فقط يقول لهم قولوا لا إله إلا الله. تقرأ سورة الشعراء، تقرأ سورة يونس، تقرأ سورة هود، تجد كل اللي فيها إيش؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ما عندهم غير هذه، ابدأ بهذه، لأن الإنسان إذا حسنت علاقته مع الله طوع لبقية الأشياء. لكن هل يستقيم أن يكون هذا رافضي وهذا نصيري وهذا اسماعيلي تقول والله بنلتقى عشان نطلع ندعو إلى الله عز وجل؟ ما يصير يا حبيبي. يقول أحد الناس خرجت مع هذه المجموعات، قال فقلت لنفسي سبحان الله كيف أنام بجوار رجل يسب عائشة في الليل، كيف هذا، وأنام بجوار آخر يدعو من دون الله عز وجل، يا فلان أغثني يا فلان إيش أدركني، كيف نستقيم، كيف هذول؟ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون الآن، ولا أنتم عابدون ما أعبد الآن، ولا أنا عابد ما عبدتم بكرة، ولا أنتم عابدون ما أعبد بكرة، لكم دينكم ولدين إلى قيام الساعة. ما هي ما تقول هذا ليش مكرر إيش؟ لماذا كررت هذه؟ لا يا حبيبي، إذا بتكلم لك عن الواقع والمستقبل. قل يا أيها الكافرون نداء لكم الآن، اسمعوا الآن البيان هذا التالي، لا أعبد ما تعبدون، ريحوا نفسكم دحين ما فيش بيني وبينكم، ولا أنتم ما أعبد الآن الساعة التي نعبدهم، ولا أنا عابد ما عبدتم on the future في المستقبل، ولا أنتم أيضا عابدون ما أعبد. طب النهاية لكم دينكم ولي دين. يا إما أن البعيد هذا يكفر والعياذ بالله الذي فتن بهذه الدعوة، أو أن هؤلاء يمن عليهم بماذا؟ بالإسلام. ثم تقول لي بعد ذلك لا نتكلم عن حسن الخلق، نتكلم عن كذا، أذية الجار، حب الجار، أي شيء هذا. أول شيء، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه دعوة الأنبياء. الآية 20 سورة البقرة تمشي سورة الفتحة 7 آيات، تدخل على البقرة أول أمر يقابلك يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وأول نهي الآية اللي بعدها مباشرة فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم. ما تدبرت هذه الآية 20 آية 21، إن أول أمر التوحيد وأول نهي الشرك، إذن هذا هو يكون عبارة عن أهداف دعوتك، وبعد ذلك تبدأ الأمور. إذا تيسرت هذه الديباجة وهذه الفرشة بعدين حنقدر نحن إيش الطريق ممهد، نقدر حنا نمشي بعد كده. نعم. من أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي الناس أفضل؟ الله أكبر. قال مؤمن جاهد بنفسه وماله في سبيل الله تعالى. قال ثم من؟ قال ثم مؤمن بشعب في شعب. الشعب هو الطريق بين الجبلين، شعب بني عامر كده، طبعا أهل مكة طبعا يعني هم أدرى بهذه الشعاب، جزاهم الله خير. نعم. ها؟ طبعا هذه خلاص البشر ما عندي البشر. ها؟ طيب طيب كمل هنا. نكمل. أيوة كمل في شعب من الشعاب إيش؟ شايف صاحبك ايش يقول؟ جارك هذا. ايوه ايوه. شوف الكلام الجميل، اي الناس افضل؟ اولا مجاهد بنفسه ومجاهد بماذا؟ بماله.
طيب إذا ما تيسر والدنيا أصبحت فتن، إذن يخلو بنفسه ويدع الناس من يعبد الله، طبعا أهم شيء العبادة والتوحيد، ويدع الناس من شره. نكرة في سياق الأمر تعم بكل أنواع الشر، كل أنواع الشر. وخير مال الرجل في الفتن غنما يتبع بها شعف الجبال ينجو بنفسه من الفتن. فلما يسكت العلماء في الفتن لا نثرب عليهم، وإن كان الناس تحتاج لتوضيح، الله جعل مشارف فلا تبدأ توضح، فلا تقول لك إيش أنا أثير إيش الصمت ليس لها من دون الله كاشف. هذا منهج سنة، منهج نبوي، وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد الخدري، وقيل المبهم هذا عليكم السلام. طبعا هذا أخواني يسمونه في علم الحديث وفي علم القرآن المبهمات، وهذا لها كتاب المبهمات في القرآن والسنة عند السيوط مسوى عند واحد، والنووي غيره أيضا عند واحد. يعني المبهمات هذه لها فائدة إنك تبحث عنها إذا ترتب عليها أحكام. قد سمع الله قول التي تجادلك، هذا إيش مبهم أي لم يعرف، فالبحث عنها مفيد. طيب وقالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم، النملة مبهمة لكن أنا إيش أبغى فيها، إيش حستفاد إن النملة بيضة ولا سودة ولا من النمل الكبير ومن الذر الصغير، وإيش الفائدة؟ هل يترتب على معرفة النملة كبير فائدة؟ ما فيش فائدة. ولذلك يقول لك قتادة بن دعامة السدوسي دخل العراق وأبو حنيفة كان صغير، سبحان الله عجيب هذا أبو حنيفة، قال دحين يا أبو حنيفة ومن صغري كان متميز، قال ترى قتادة جاء ما حتروح له؟ قال لا ما أنا رايح له لكن بديكم سؤال تسألوه. قالوا طيب عطنا السؤال. قال اسألوا إيش النملة التي ذكرها الله في قصة سليمان، ذكر ولا أنثى؟ أعطوا السؤال هذا وفاتوا الإجابة منه تعالى. وتعالى المحدث هذا العجيب حافظة الدنيا في زمان، بعد ما خلص كده وجات الأسئلة فسئل السؤال، شوف الأدب سبحانه، قال الله أعلم. يلا ما أدري وقالت نمر. قال رجع أبو حنيفة، قال أبو حنيفة، قال ها ماذا أجاب؟ قال الله أعلم. قال كنت أعلم أنه لا يدري، أنا عارف أنه ما يعرف السؤال، عارف الناس ما يقدر يجاوب على هذا السؤال. طيب قالوا وإيش أبو حنيفة؟ قال لا ذكر ولا أنثى. أيوة حتى ولو قالت، قال لا ذكر ولا إيش أنثى. الشاهد أن هذه مبهمة لكن ما يترتب على معرفتها كبير إيش كبير فائدة. دخل رجل والنبي على المنبر عليه الصلاة والسلام فجلس فقال أصليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فصلي وتجوز فيهما. أنا معرفة طيبة، سليك الغطفاني، هذا لابد أننا إيش أعرف، أتعرف على الصحابي وأتعرف على هذه مبهمات في فائدة من التعرف إيش عليها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. طيب قال لك صفرة وحمرة وخضرة لا وكذا وإلى غير، يا أخي ما في كبير فائدة من معرفة هذه المسألة ذاك الله خير، إنما المقصود منها أن احنا نعرف قدرة الله وعظمة الله وإحياء الله. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، هذا أبهم ولا لا؟ قال لك قرية إيليا، لا إنطاكية، لا أريحة، لا يا أخي ذاك الله خير ما لتكن أي قرية، هذه المهم فيها عدم التعدي على حدود الله. فهمتم يا إخواني؟ مبهمات يترتب عليها فائدة، مبهمات لا يترتب عليها شيء فائدة. والإمام السيوطي طبعا أستاذ في العناوين، قال إفحام الأقران بمبهمات القرآن، عند كتاب اسمه إفحام الأقران، قال والله نجيتكم حفحمكم كلكم أجيب لكم المبهمات التي ما توصل أحد قبلي إليها. إفحام الأقران بمبهمات القرآن للإمام إيش السيوطي المتوفى سنة 911. أي عنوان تتعلم كتابة العناوين بس تقرأ في مؤلفات إيش السيوطي، تدريب الراوي على مختصر النواوي، يعني عنده يعني سبحانه الدر المنثور في التفسير بالمأثور. وبعض الناس أخذ منها عنوان قال لك إيش الكلب العاوي والرد على لا دقيلة أدب، يعني هم يريدون أن يعني يعارضوا الإمام، لا سنبدا نتأدب، ما ينبغي أنك تأخذ مثل هذه الأشياء وتجعل لها إيش عناوين وتقعد تتكلم في أعراض الناس. يقول الحسن رحمه الله، يقول إنا وجدنا أناسا من أهل العلم تكلموا في أعراض الناس فذهب الله بعلمهم، ووجدنا أناسا
كفوا عن الناس فحفظ الله لهم علمهم. ما تجعل ديدنا كل الكلام فين؟ في البشر. انتم بنفسك. وأحد الحكماء سئل قالوا يا أيها الحكيم ما بال الناس يرون عيوب غيرهم ولا يرون عيوبهم؟ قال والله هذا ما أدري. حتى الحكيم ما عنده جواب في السؤال هذا. قالوا ما بال الناس يشوف عيوب الناس ولا يشوف؟ قال هذه بالذات أنا لا أدري، لم أجد لها جوابا. أعيت الحكماء. قال والحماء وكل داء له طب إلا الحماقة أعيت من يداويها. ترى القذات في عين أخيك ولا ترى العود في عينك. لا يا أخوان احنا نبغى نشغل بعيوبنا وكذا إلا في موطن درس موطن كذا نبين بدون بقدر البيان. لا غيبة في ستة معرف ومستفتن ومستعين في إزالة منكر ومجاهر فسقا ومحذر، هذا في على سبيل البيان لكن ما نزيد عن 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 ذلك. نعم صلى الله عليه وسلم. النملة خلقت من السيليكون. النملة خلقت من مادة ما السيليكون اللي هي يصنع منها الزجاج. أيوة. ولذلك قال لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. لا يحطمنكم، التحطيم من إيش؟ من التكسير. ما قالش لا يقتلنكم لا يدعسنكم. فلما أخذت النمل وحللت لقاها إنها SiO4 اللي هي ثاني أكسيد السيليكون اللي هو الرملة اللي برا هذه. الزجاج ده كله مصنوع من الرملة اللي تشوفها برا دي، يشيلوه ويحللوه كذا يطلع منه مادة إيش؟ السيليكون. الزجاج هذا يسوون منه كيف؟ كبر الصورة وجهها اثنان في زيت وزيت اثنان الزوج سبحان الله. وله في كل شيء آية تدل على أنه الواحد. نعم تفضل. رضي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سرزين أي المؤمنين أكمل إيمانا. أيوة. قال الذي يجاهد بنفسه وماله رجل يعبد الله في شعب من الشعاب وقد قفلنا. الله أكبر. عن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وهم جلوس في المسجد عندهم فقال ألا أخبركم بخير الناس منزل؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال رجل أخذ برأس فرسه في سبيل الله حتى يموت أو يقتل. إذن أبعد كل هذا يتكلم الناس في المجاهدين. يا أخي كفوا عنهم لا أبى لكم. بعد كل هذه الفضائل سبحان الله، إنسان جاد بنفسه وجاد بماله على حسن عقيدة وعلى راية واضحة أي يتكلم فيه يا أخي؟ ربما أناس قد حطت رحالهم فين؟ سحب رحالهم في الجنة يا أخي إيش لك؟ فلذلك يا أخوان الكلام في أعراض الناس ولا سيما هؤلاء المجاهدين هذا أمر عظيم. إنسان لابد أن يتقي الله عز وجل. والله أن تجود بنفسك الأمر عظيم. الآن حنا عندنا حالة مرضية نحتاج لها تبرع بالدم ما نلاقيين، وهذا عبارة عن إيش؟ هيأخذ منك بس نص إيش؟ نص لتر، ولا يأخذ منك كيس. فما بالك إنسان يجود بروحه كلها مو لتر دم وحنا ما نلاقيه. تكفى يا فلان تعال، يقول لك والله أصلا عندي فقر الدم، والثاني يقول لك أصلا عندي بطني وجعاني، الثالث يقول لك أصلا أنا ما عندي ما حد، وهكذا. المريض نعم ما يمنع، لكن الإنسان عنده إمكانية إنه يعطي. فما بالك إنسان يجود بكل هذه الحياة يبيعها لله تبارك وتعالى. اللهم إنا بعنا لك نفوسنا وأنت اشتريت فتقبل البيع يا رب العالمين. فينبغي المسلم يا أخي أنه ينتقي الله عز وجل وأن ينتبه لمثل هذه الأمور. والله ليس من السهل أبدا أن الإنسان يت. ولذلك فلما فصل طالوت بالجنود ماذا قال طالوت هو رايحين يحاربون جالوت؟ قال لا يتبعنا رجل بدأ في بناء دار ولا رجل بنى بامرأة ولا رجل زرع أرضا ولا رجل بدأ تجارة. كل هذا يريد أن إيش؟ عشان يطلعهم من الدنيا يقبل بهم على من؟ على الله تبارك وتعالى. ولذلك قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه
فإنه من إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. لأن كل دول كنيتهم فاسدة. قيل حارب مع طالوت 314 رجل مثل الذين حاربوا مع نفسنا في يوم بدر. من الآلاف هذه كلها لم يثبت إلا كم؟ 314 رجل. فلذلك قضية أن الناس تجود بالمهج هذه أمر ليس بالهين وليس باليسير، بل هو من أكمل الناس إيمان إن صحت عقيدة إن صحت عقيدته وصحت نيته. وطهد مسألة النية لا يعلمه إلا الله عز وجل، هذا ما يحد يتكلم فيها، هذه يعلمه ربنا تبارك ألا شققت عن صدره وعن قلبي، أنا ما أدري، هذه عند الله تبارك وتعالى. يجود بكل هذه المهج ويجود بكل هذه الأشياء، ثم بعد ذلك يتكلم فيه من يتكلم ويصبح يلاك في الألسنة، والله هذا من الخذلان، نسأل الله السلامة والعافية. وإن الذي يقع في أعراض الناس فلا بد ولا شك أن يوقع في عرضه يوم من الدهر، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، للحديث هذا شك الراوي، هذا يسمي إخواني الشك في الحديث، حتى يموت أو قال يقتل، كلاهما بمعنى واحد، هذا شك من الراوي، هذا هذه أو هنا أو الشك وليس أو التنوع. نعم، لا أخبركم بالذي يهين، قالوا هذا يا رسول الله، قال امرئ مقتدن في شعب يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعتدل شرور الناس، ألا أخبركم بشر الناس؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال الذي يسأل بالله ولا يعلم. أيوة، من سألكم بالله فأجيبوه. إذا جاء واحد وقف عليك قال لك أسألك بالله تعطيني كذا وفي إمكانيتك فأعطيه، استحبابا وليس واجبا، استحبابا وليس واجبا، وإن لم يكن في إمكانيتك فلا يكلف الله نفسا إلا وسع. السؤال وفيه إثبات الوجه لله تبارك وتعالى، أسألك بوجه الله، أسألك بالله. فلذلك الإنسان ينتبه لمثل هذه الأمور فيعطيه على قدر ما. نعم، أي شخص حتى وإن كان ميسورا ما دمت تستطيع عن طيب نفس. إذا تستطيع، أي نعم، ما يمنع، إذا تستطيع عن طيب نفس أن تعطيه لا بأس، وإذا لم تريد أن تعطي هذا على وجه الاستحباب، وإلا فمرت بنا أحاديث في كتاب الصدقة، تصدق على غني، على زاني عفى الله وإياكم، على شارب خمر، على سارق. كلنا من اليوم هذا حكاوي، يجيك واحد مع سيارة مع كرم ورب ديقين يقول لك أنا عندي راحت أبوك، ويقول لك سألت بالله وحب الحب وحب الزين، كلنا مرينا، أنا كم مرة مرت فيها، احنا قلنا هل المصابين عافين أنا مصابين، أي ما يمنع انت الآن احنا قلنا هذا استحبابا، لأنك انت عظمت وجه الله عز وجل وليس من هذا السائل، فأنت لك ما أخرجت من الصدقة، وهو عليه أن يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. إن روى الترمذي وحسنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي يأتي يوم القيامة وقد سأل الناس، إن الذي يسأل الناس تكففا ما عنده ما هو محتاج، يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. يا الله، يتساقط لحم وجهه، نسأل الله السلامة والعافية. ليس لنا أن نسأل، أنت الآن في الصدقة على أوجه سلف، إن الحديث قبيصة بن المخارق قال إن هذه الصدقة لا تحل لقوي ولا لذي مرة سوي. طب هي لا لمن؟ أول واحد، رجل تحمل حمالة، يعني عقيلة في قبيلة، رجل شيخ قبيلة وجو تحمل حمالة، رقبة دم كذا، هذا لابد أنك أنت إيش تعينه. ورجل نزلت به فاقة، أكرموا عزيز قوم ذل، تمام، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجة من قومه،
فعلا داي وكان غني وكذا وكان في مشروع وحصل انه ايش اصابته كارثة في مشروعه جائحة، كان عنده اسهم ويتاجر وطيب وراجل فيه خير، فجأة هدول هم الثلاثة الذين استثناهم ايش الحديث، هدول الذين ينبغي ألا يردوا. لكن البقية على وجه الاستحباب، الغني الغاني الزاني وهو على وجه ايش الاستحباب. انت ولذلك ابن عباس يقول ثلاثة علي شكرهم، رجل نزلت به حاجة فقصداني من دون ايش من دون الناس، ان امرأة تقول والله ان الله منع عني شرا بثلاثين ريال صدقة، ان الصدقة تطفئ غضب الرب وتقي مصارع السوء. ولذلك قال الله عز وجل قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. أقل لو تقول له الله يحنن عينه عليك، الله يفتح عينه عليك، الله يعني أنهم كانوا متفقهين يجي يسألك بصيغة يسألك بالله تعطيه. أي نعم أنا أي نعم أنا معك أنا معك، أنا قلت لك أنت تعظم الله عز وجل والله ها ما يمنع زاك الله خير. انت احنا قلنا انت عندك ثلاثة عليكم سافة، انت عندك اما ان تعطي واما ان تعتذر له. لا ما عندك، احنا قلنا هذا استحباب وليس على وجه الوجوب، هذا استحباب نعم على وجه الاستحباب وليس على وجه الوجوب، ليدخل فيه من سألك بالله محتاجا فيكون هذا من شر الناس إذا هو قادر أنه هو يساعد هذا المحتاج. لكن من تعرف أنه نصاب، يقول شيخنا الشيخ الراجحي يقول إذا عرفت أن السائل يتخذها مهنة فأنت بثلاث، إما أن تعطي حتى وإن كان يمتهنها لأنك أنت تريد ما عند إيش ما عند الله، وإما أن تناصح بأدب دون أن تؤذيه على الملأ، خذ كده يعني كما قال الشافعي رحمه الله وجنبني النصيحة في الجماعة فإنها نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، فإن نبذتك وعصيت أمرك فلا تلمني إن لم تلق مني طاعة. كلام هذا قول الله، قول معروف ومغفرة، يبقى أنت تنصحه بينك وبينك وبينه. والمسألة الثالثة لا تعطي ولا تمن ولا تؤذي وتمشي على حالك. ها قول له تعال عبد الله ما يمنع احنا في بعض قول له تعال عبد الله مش حيل مش حيل خلاص جزاك الله خير بس بس خلاص ما تضل معاك بس ممتاز بس خلاص هذه هي انك انت ياتي لك امراه وياتي لك انسان يقول لك عندي اخي فاتوره الكهرباء هذه صح ودي حصلت فعلا قال له يا اخي جزاك الله خير عطني طيب رقم الايه الحساب وفعلا راح على رقم الحساب في الصرف لقى فعلا الفاتوره بنفس الايه المبلغ سدد هاله واحتسب النية مش على حاله نعم. واحد تاني جات امرأة قالت ابغى فاتورة ايش الدواء هذه راح دخل الصيدلية وسدد. يقول لك بعض الناس اخي بعدين بتشيل ترى وترجع للصيدلي وتاخذ الفلوس هي حرة باقي خلاص انت عملت اللي عليك ذاك الله خير ما لك انت انت تعامل مع الله عز وجل معاملتك مع الله تبارك وتعالى ما نقص مال من صدقة وما زاد الله عابدا بعفو إلا عزا ومن تواضع لله رفعه الله. وهذه والله تجد ثمراتها في أولادك وفي صحتك وفي نفسك بل ويقيك الله مصرعا عظيما بصدقة أخرجتها على أي كان على وجه الاستحباب. نقول هذا الكلام فقهيا على وجه الاستحباب ليس على وجه الوجوب. نعم هذا نصاب هذا نصاب لا لا هذا لا انت لابد ان تنصح يا حبيبي هذا جاهل وهذا حق نميمه هذا فتنصحه تقول له اتق الله تبارك وتعالى ولا عاد تسال مثل هذا السؤال ولا يدخل الجنه نمام لا هذا نمام هذا نمام يقول احنا قلنا هذا السؤال بالله عز وجل في المعروف في الصالح ليس في الذنب وليس في المعصية ليقود الكلام ويأخذ ويقوله بين الناس هذا يحلق الدين نسأل الله السلامة والعافية. نعم أيوة أنت بر وتتق وتصلح بين الناس. نعم عن أيوة عن سبرة أيوة صححوها
ممنوع من الصرف ومفتوح. اللهم صل على سيدنا. قال تسلم بسبب دينك أو دين آبائك فعصاه، وقعد له بطريق الهجرة. قال له تهاجر وسبب دارك وأرضك وسمعك فعصاه فهاجر. وقعد له بطريق الجهاد وقال تجاهد وهو جهد النفس والمال، فتقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقتل المال فعصاه فجاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن وقصته دابة كان حقا على الله أن يدخله الجنة. إن غرق ليعد أن الغرق نوع من الشهادة. نعم نعم. وإن وقصته الذي توقصه دابته، والمقصود هنا بوقص الدابة هي أن تلقي بصاحبها، وهذا في حديث الذي وقصته الدابة في الحج، فقال النبي عليه الصلاة والسلام غسلوه وكفنوه ولا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يبعث يوم القيامة إيش؟ ملبيا. فالذي توقصه دابته أي الذي يسقط من على الدابة. وها ابن القيم رحمه الله يقول عندنا 6 مواطن حقيقة يدخل فيها الشيطان للإنسان. أولا الشرك، أول موطن يدخل فيه الشيطان للإنسان الشرك، فإن نجا منه أتاه من باب البدعة. من باب إيش؟ البدعة. إن نجا من البدعة بعد الشرك وجاله من باب البدعة، ونجا أيضا من باب إيش؟ البدعة، حبب له الحرام كبائر من إيش؟ من الذنوب. إن نجا من هذا الحرام أدخل عليه الشبهات، إن نجا من الشبهات أدخل عليه ما يسمى بالإكثار من المباحات، يكثر من المباح يكثر من حتى يقعده عن إيش؟ عن أداء ماذا؟ من أداء الواجبات. إن نجا من هذا جعله متنطعا في الدين، والنبي يقول هلك المتنطعون. نعيد 6 هذه ثاني ولا كتبناها؟ أول حاجة الشرك، ينجو من الشرك يدخل في مين؟ البدعة. نجي البدعة دخل في إيش؟ محرمات الكبائر. البدعة أشد من الكبائر. أيوة نعم. ليش؟ لأن سبحان الله الشيخ الحبر من مشايخ أنصار السنة في السودان، ابنه كان ملحد شيوعي وتعبان مع شدة التعب، في مرة جاء ودخل عليه لابس أخضر ومسوي له سبحة طويلة في رقبته، قال له يا ابن أنت من مصيبة المصيبة، من بدعة إلى بدعة. فصاحب البدعة يقول بعض السلف أحب إلي صاحب المعصية من صاحب البدعة، لأن صاحب المعصية أخوان تقف عليه هو منكسر وعارف أنه إيش مخطئ، لكن صاحب البدعة ينافحك اليوم إلى الصبح ويناطحك يتقرب إلى الله ببدعته. فلا شك أن صاحب البدعة أعظم من صاحب إيش الكبيرة، أعظم من. وإلا الباطنية كلهم دول أصحاب إيش يسمى الفرق المبتدعة، كلهم هذول إيش أصحاب بدعة. فإن نجا من كلهم أصحاب بدعة، إن نجا من البدعة دخل في إيش؟ أدخله في الكبائر. إن نجا من الكبائر أدخله في الإكثار من إيش؟ المباحات. نجا من كل هذا جعله متنطعا، هلك المتنطعون، يلزم نفسه عبادة لم يلزمها الله عليه تبارك وتعالى. ثم يكون كالمنبت، لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، عما قريب نسأل الله السلامة والعافية يبدأ أنه ينتكس. فهذا في عهد الصحابة جلس لهم الشيطان من باب إيش؟ أول باب دخلتهم من إيش؟ الشرك. نجا منه جلسهم باب إيش؟ الهجرة. نجا منه جالهم باب إيش؟ الجهاد، تترك ولادك وبزورتك وأمورك، تتزوج المرأة وكذا، يا أخي إن زوجتي تزوجت أنا سأتزوج 70 من
الحور العين، وكل واحدة لها كم من الوصفات، وكل وصفة تحتها كم من الوصفات. لمناديل سعد في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولو أن امرأة من الحور العين من الجنة ظهرت على أهل الدنيا لملأتها ريحا. الله أكبر. فإيش ظنك بمثل كل هذه بكل هذه الأشياء؟ نعم. إن أتى طعامكم وحان وقتكم أدوني علامة أنا أوقف. جاهزين؟ جاهزون؟ طيب خلاص، هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وعلى صحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نقول حبيبي من السؤالك بسرعة عشان دخلنا. عرف على واحد جلدي عندنا في السكن. جتوني له. يعني حبينا. جتوني له من خلنا الحين نصلي. قد يصلي. وممكن يصلي محتلم كمان. علمناك تصلي وعلينا يعني مبادئ. يعني صلى. خلينا يصلي كمان بس بدون ما يشاهد.